وفي حفل بهيج خاصة به الشاب يزيد الأطفال بقاعة بن زيدون برياض الفتح، حيث عرف الحفل أجواء من الفرح والبهجة، خاصة بعد تسلم الأطفال لحوالي 500 نظارة طبية في التفاتة متميزة لصالحهم. الحفل حضره مهدي خيدر وعاد بالتالي. على كل حال انا نحيي هذه المبادره الطيبه اللي قام بها عمو يزيد، يعني قدم 500 نظاره مجانيه للاطفال المعوزين تحت شعار ارى افضل ادرس احسن. هذا يعني مبادره رائعه، شفنا اليوم اطفال فرحوا بزاف لانه النور في النظر لما واحد يشوف، يعني خاصة الطفل لما تمد له هذه النعمة هذه هو عندك أجر كبير. والله شيء جميل جميل جدا، وربي إن شاء الله يوفقنا باش نعمه هذه المبادرة على التراب الوطني إن شاء الله.